المعرض هذا هو قديم يعني ما هو ذلك 50 من الاستقلال لهنايا يعني. هو معرض ما شاء الله كان كلش كان انواع النباتات كان الشتلات كان كلش. المعرض هذا هما يجيهم كل بلاصه يجيهم من الجي من بوفاريك من كيبازا يعني نشوف كاع لي ولاياتهم هنايا ما شاء الله ان شاء الله كل عام ها يجيب خير ان شاء الله. انا هذا الدومين ملي كنت صغير بديت فيه من 2009 تقدر تقول 13 سنه 14 سنه بوكا في عمري 25 سنه تما صغري كامل في هذه المهنه توارثنا على والدينا ووالدي توارثوا على الاجداد هذه ومدينه البوليده معروفه بمدينه الورود. السنوات الماضيه كان اقبال غير على مقصور على فئه كبار السن لكن حاليا رانا نشوفوا باللي الشباب ثاني ويقبل على هذه على شراء النباتات بمختلف انواعها ثم هذه الثقافه بدات تنتشر بدات تلاقي رواج في مدينه البوليده خاصه وفي الجزائر عامه.